ولا بلمس النجوم، ولا عمري كنت خايف كل ما أقوم، وحلمت بالبطولة جايلي كاس كوفية أولى، وأنا حلم الطفولة وأتحقق يوم بلمس السفر بدأت سبقت تلاقي فين النجوم، أعدائي اختاروا يختفوا يظهروا مفرقش معايا الهجوم، لو أنا مش فارق معاك والناس كلها وياك، اسأل عيلتك تقول لك بيو 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 بتشوف ماشي يا سيمونز.